أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد عمرو في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد على أنه تم طرح مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية يتوافق مع الدستور المصري الذي ينص على التعددية الحزبية. وأضاف عمرو أن هناك إجماعا على التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية. النهاردة من أول تلت الجلسة تقريبا وإحنا بنتكلم في توافقات، هي مساحة المشترك كانت أكبر بكتير من مساحة الاختلاف. أجمعنا كلنا على أهمية الأحزاب السياسية وأهمية دورها كمؤسسات فاعلة في التنمية السياسية ودورها كوسيط ما بين الدولة وبين رجل الشارع، ودورها طبعا كمحاضن للشباب في ممارسة العملية السياسية وممارسة النشاط العام بشكل عام. النهاردة إحنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعني عرضنا طرح لمشروع قانون. هو طبعا احنا بنتكلم في يعني يمكن اوجه الاختلاف الوحيده هي هل احنا محتاجين تعديل في القانون ام محتاجين مشروع قانون جديد. احنا كان رؤيتنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ان يعني قانون سنه 77 وتعديلاته حتى التعديل الاخير لغايه دستور 2014 للاسف الشديد يعني فرغ القانون من مضمونه وجعله بلا فلسفه متكامله وجعله غير متسق مع النظام السياسي التعددي المطروح في دستور 2014.